فلوق العادة، لكن المرة هذه في الدار. تشكيلة العادة، مباراة إن شاء الله سهلة نوعا ما للنادي الإفريقي. نادي الإفريقي جاي من 6 فوز على التوالي، فريق باش يكون مورال طايح شوية، الفريق الأنغولي على خاطر جاي من هزيمة أمام نادي ريفرس يونايتد 3-0. إن شاء الله مربوحة للنادي الإفريقي، ويلا نتعديو الأجواء ما قبل المباراة. تشكيلة اليوم، يلا كوريكت سكور هاي 3-0 للكلوب 2-0 للكلوب. كيف كيف 2-0 للكلوب؟ برافو، مربوحة إن شاء الله. أنا أقول 2-1 للنادي الإفريقي. دخل الطاوة، كوريكت سكور طالبي 3-1 بريك. في المباراة الأولى ضد غريس، هذا فريق تقدم مشي طيب المسياني، طيب المسياني، طيب المسياني، فرصة والهدف الأول واحد سافر بسام الزرافي، من أول الحضارات هذا فريق ما يشكش معك غلبة طولة في البدايات، والنتيجة في الحضارتين ستكون سكور. النادي الإفريقي يسجل أولى أهدافه في هذه الرحلة الأنغولية عن طريق بسام الزرافي. كورة مشيت على السام، دخل بلاي من المسياني، سونتراج استقبال تسديدة الحارس الأنغولي بادريك، هو أقوى واحد في أنغولا بالنسبة لبوكو. لوبيتو يتشد ويتستمع على حيتو، أو لوبيتو يكتب الأفريقي على حيتو. 1-0 لفارقة آسيا، ميسياني ممتاز من الفاوي، الحارس يشد من السماء والهدف الأول في متابعة من السابق السرافي. هنا أنغولا وهنا يأتي من اليقين الأفريقي أسرع من لوبيتو بكثير. بسام السرافي جول، والثاني حمدي العبيدي 2-0. لابد ان النادي الافريقي يشتغل في اجواء الهدوء والكلمه، ستاتي الاهداف وستاتي الانتصارات وتتواصل، ودائما الكره فيها ربح وفيها تعادل وفيها خساره. الجمهور الافريقي وقت تسهالك الايام الان وانتصارات من اشياء السيئه. الافريقي يمشي يكون على اطراف الكلوار، يوزع كره حدا وهدف كبير، العمراني حط الكره في شباكه، الهدف الاول لفريق انغولا. مباراه بالنسبه لي انا نقول فات، والجمهور يقول فات، ولكن بالنسبه للافريقي يسمى في مخه ما فاتش، ولا ادري لماذا النادي الافريقي رجع للدفاع في 2-0. ربع ساعه لعب في الشوط الثاني والنتيجه 2-1. هدف ثالث في المباراة من توقيع النادي الافريقي، ولكن والكرة التونسية يمشي افريقيا، شاب عبيدي شاب وسط الكرة يمشي كرة شوط وفرصة شوف الكرة سراف الكره ممتازة، يكتفي بتقييد المشهد، يكتفي بإعادة الكرة